للرياض وابدا وصل، ومع وصوله انطلق الشوط، وبالتالي دعونا نذهب الى الشوط الرئيسي ونتابع الى اين ذهب اقوى اشواط اللقايه. بركة الله، سارت المفاجآت، انطلقت التحديات، مفتوح في انطلاقات الهجن العربية الأصيلة في منافسة شعارات، تقدمت وجاءت وانطلقت وأكدت أنها حاضرة في هذه اللحظات، تنتظر هنا من يتقدم، من يفوز. دقت هنا نواميس التحديات من هذه البداية الأولى، ونحن نطالع لحظات الانطلاق المقدمة التي تسير في لحظاتها تحمل هذه. البداية الأولى الشبابية تأتي على المقدمة، حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري هنا المركز الثاني، وصلت هجن السيلية مع شخصية أحد الأسماء المرشحة، نرحب بهذه الشعارات من خلال الانطلاق ومن خلال التواجد والتحديات. شعار المدام مع بن كليب، سيف بن علي بن كليب الاشتبيل الذي يعلن منصورة في هذه اللحظة على المركز الثالث، بينما رابع المراكز من لحظات المستجارة محمد بن علي بن حمد المري الذي يعلن هنا انطلاقها وتواجدها. أشوف المركز الخامس، ما شاء الله وتبارك الله، ميزة سيف بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي، هذه الأسماء، هنا الشعارات، هنا قمم الرموز في هذا الشوط المثير، شوط البداية الأولى، شوط الانطلاق، ما شاء الله وتبارك الله، الكل ينتظر، الكل يتابع. منصورة باحثة عن النصر في هذه الكأس، الكأس الأولى. سيف بن علي بن كليب الاشتبي الذي يقدم شعاراته المتميزة دائما في كل الأحداث، في كل الرموز والمناسبات. هجن السيلية في المركز الثاني، وشخصية تفرض شخصية الفوز والتحدي مع هذه الأسماء المميزة هنا في انطلاقها في هذه اللحظات الشبابية على المركز الثالث، النسل الشبابي المميز حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، بينما رابعا تأتي القادمة من هذه اللحظات حشيمة يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي، هو المحترف والمركز الخامس، تطير معه هنا ميزة سيف الراشد بن فالح بن سيف الشامسي. كل هذه الأسماء أول كيلومترين في انطلاقات التحدي في الاندفاع، الكل بدأ الآن يحرك، يرسم مسار هذه الانطلاقة، يرسم مسار هذه اللحظات الشبابية على أرض المرموم ومن المرموم، تتواجد في هذه اللحظة إلى المقدمة وإلى البداية. حمد بن سلطان بن درويش المنصوري عازم على الفوز، عازم مع هذا الطموح المميز. منصورة في المركز الثاني، سيف بن علي بن كليب الاشتبي، منصورة هناك، ولكن شخصية لهجن السيلية أقوى الأسماء المرشحة. الدرعية جاءت راشد بن سعيد بالدليوي الاشتبي، هناك تابع بعض الأسماء، ليالي ونحن في عز الظهر هنا نتابع هذه الانطلاقة. ليالي محمد بن معيوف بالكدش العامري اللي في هذه اللحظة مع الاندفاع ومع المسار، ما شاء الله تبارك الله، اشتدت المنافسة، انطلقت الدرعية مع الهباب مع انطلاقة هذه الأسماء بقيادة دكتور الأصالة، يقودها راشد بن سعيد بالدليوي، من يقدم دائما كل أسمائه المميزة في هذه اللحظات، يعرف دائما كيف تكون الانتصارات، يعرفها هنا تماما. المركز الثاني من خلال هذه الأسماء هي ليالي
محمد بن معيوب الكدش العامري، وفي المركز الثالث نطير مع الوسمي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. ثلاثة هنا جاءت على المركز الأول، حددت مسار هذه الانطلاقات شخصية. على المركز الرابع هجن السيلية التي تنطلق دائما مع هذه اللحظات والنصيبة. في المركز الخامس هنا في هذه اللحظة سالم سعيد بن حمدش الذي يعلن هذه الانطلاقة الأولى. ما شاء الله، الموقع الموقع الموقع. نقارب في هذه اللحظات، نتابع التحديات، نتابع 1400 متر في مسار هذه الكاس. إلى أين تذهب؟ هل تذهب إلى الهباب وتحمل أيضا هذه القوة؟ وهناك المركز الثاني مع وجود ليالي محمد بن معيوب بن كدش العامري الساد البوابة 11 المنتشية. هذه البوابة بالانتصارات في هذا الختام والتي تحمل دائما قوة وإثارة. المركز الثالث نتواجد مع ثالث المراكز والوسمية محمد بن جار الله بن علي البريدي. يا سلام يا سلام، كأس الانتاج كان له نصيب فيه، وهنا يطالع هذه اللحظات الكيلومتر الأخير الثلاثية. هناك كدش بن كدش حرك على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، مع هذه البداية طاري الانطلاق. الساد الساد استقبلوا استقبلوا اللحظات، ولكن لا تطالعوا اللحظات المميزة. هناك تابعوا الدرعية 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 وابن دليوي والوسمية والبريدي، ثلاثة من الأسماء. أين يسير الانطلاق؟ أين يذهب؟ إلى الساد، إلى الهباب، إلى الشحانية، في هذه الأسماء من خلال الانطلاقات. ولكن أتابع وأرى بالعين المجردة. سلام 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 يا أهالي الساد. البوابة 11، ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون في هذا المهرجان، في هذه الانطلاقة، في هذه أعطني حظا وارمني في البحر. يا سلام يا سلام 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 يا بن كدش. الله، نوع ممتاز، أداء ممتاز، انطلاق ممتاز. سلامي سلامي في هذه اللحظات مع ليالي محمد بن معيوب الكدش العامري. وسلام يا الساد، سلام سلام يا الساد، سلام سلام. البوابة 11 وبن كدش يا سلام مع المركز الأول. المركز الثاني الدرعية راشد بن سعيد الدليوي. المركز الثالث وجود ميبل قاسيم دافود. في المركز الثالث وفي المركز الرابع وجود ايضا منشوله حمد بن هدي بن بطيب بن ميثان الشامسي. والمركز الخامس كان وجود الوسميه حمد بن جار الله البريدي. ما شاء الله ما شاء الله، جاءت. اشكرك يا بن كدش، جاءت معذبتي. اول لحظات، اول انطلاقات، 7 19 9. سلام سلام سلالة مشعل، وبالعوضي لازم يكون مبسوط ومستمتع في هذا المساء، انتاجه الخاص. سلام ابو محمد سلام، هذه اللحظات المميزة. المركز الثاني الدرعية ما قصرت ما قصرت بأدائها الممتاز، قدمت كل الأداء. راشد بن سعيد بدليوي سلام أيضا إلى الإحباب مع 7 دقائق 21 ثانية وجزء واحد من الثانية. والمركز الثالث ميبل وصلت في المركز الثالث، قاسيم دافود. جود لك مستر قاسيم، ثانك يو فور بارتيسيبيشن ان اور تراديشنال ريسز وذ ذا كاملز. ويلكم ايفريبادي، ويلكم تو المرموم، ليكون هنا التنافس كما شاهدناه في اول الاشواط. بسم الله الرحمن الرحيم.